طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية. أهلا بيكم مع حلقة جديدة من حلقات جغرافية التنمية. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض الدرس الثاني. طبعا الناس اللي متابعة معانا كنا خدنا الدرس الأولاني وخلصناه، اللي هو كان جغرافية التنمية ومجالاتها، واتكلمنا عن مفاهيم التنمية المختلفة وإزاي تطور مفهوم التنمية، بداية من التنمية الاقتصادية مرورا بالتنمية البشرية، ثم بعد ذلك اتكلمنا عن التنمية المستدامة. وخلصنا الدرس بمجالات جغرافية التنمية وحطينا بعض أسئلة كده مهمة، وطبعا الحلقة موجودة على القناة بتاعة اليوتيوب الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الإلكتروني. إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض الدرس الثاني، والدرس الثاني معانا بعنوان التقنيات الحديثة ودورها في جغرافية التنمية. يمكن الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة خدتوا فكرة عنه في الصف الأول الثانوي، بمعنى إن تقريبا الجغرافيا يا أولاد زي ما أنتوا عارفينها كعلم في أدوات بتستخدمها الجغرافيا. من هذه الأدوات خدنا السنة اللي فاتت في الصف الأول الثانوي، نذكر الناس كده، حاجة اسمها الخريطة، ومن الأدوات دي برضو التقنيات الحديثة، ويعتبر دول أهم أداتين الجغرافيا بتستخدمهم كأدوات تساعد الطالب وبتساعد العلم نفسه بتاع الجغرافيا في إن إحنا نتوصل إلى العديد من المعلومات ونجمع معلومات عن الظواهر الطبيعية والبشرية. فالخريطة خدناها تفصيلا السنة اللي فاتت، وخدنا معاها كمان التقنيات الحديثة. النهاردة بقى إن شاء الله هنستذكر مع بعض وهنستعيد مع بعض بعض معلومات من الصف الأول الثانوي مع بعض الإضافات الجديدة، لأن النهاردة منهجنا في تانية ثانوي اسمه جغرافية التنمية. فهنبدأ نشتغل إن شاء الله على دور التقنيات الحديثة في جغرافية التنمية، يعني إزاي التقنيات الحديثة اللي موجودة في العصر الحديث هتساعدني في جغرافية التنمية إن أنا أقدر أنمي المجتمع بتاعي وآخد قرارات تكون هذه القرارات هي القرارات الأنسب والقرارات الأفضل. هو يا مستر التقنيات الحديثة لها دور في اتخاذ القرار؟ تعالوا النهاردة هنتعرف مع بعض هل ليها دور ولا ملهاش دور، وبنتمنى كده ان انتوا تركزوا معانا عشان معانا كده شوية اسئلة في نهاية الحصة، فالناس اللي هتتابع معانا ان شاء الله محتاجينها انها تبقى مستجيبة معانا كده على الشات، ونشوف اجابات الناس ونوجه لهم الشكر ان شاء الله بالمتابعة وبالحل. نواتج التعلم المطلوبة من الدرس ده يا أولاد إن إحنا نتعرف على مفهوم الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية. طبعًا حضراتكم قاعدين دلوقتي، الناس اللي قاعدة سامعاني هتقول آه إحنا خدنا تقريبًا يا مستر صح الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات السنة اللي فاتت. هنستذكرهم مع بعض كتعريفات ونشوف قيمتهم إيه وأهميتهم إيه. فالناتج التاني معايا النهاردة إن شاء الله من حصتنا إن حضرتك تطلع من الحصة عندك يعني قيمة لأهمية التقنيات الحديثة، وعندك يعني زي ما بنقول كده أهمية كبيرة، يعني تدافع عن فكرة التقنيات الحديثة وأن لها دور كبير في تحقيق التنمية. أيضا من ضمن نواتج التعلم في هذا الدرس نفسر أسباب اهتمام بعض الدول بالتقنيات الحديثة، يعني هنقول مثلا ليه في دول بتهتم اهتمام خاص بهذه التقنيات اللي هي الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات. آخر حاجة المفروض إن إحنا نتعرف على دور المرئيات الفضائية زي الاستشعار عن بعد في الكشف عن الموارد الطبيعية، لأن موضوع حصتنا النهاردة إحنا هنشتغل براحتنا كده في الدرس الثاني، فهناخد جزء صغير كده منه وهو تنمية موارد البيئة. يبقى المفترض نتعلم من الدرس القيمة الأخيرة في هذا الدرس إن إحنا ندرك قيمة التقنيات الحديثة. يلا بينا نخش على الدرس بتاعنا ونشوف بعض التساؤلات المهمة اللي هتمهد لنا للدرس. هي التقنيات الحديثة اللي مستخدمة في الجغرافيا ايه هي يا مستر؟ ما أهم التقنيات الحديثة التي تستخدم في الجغرافيا؟ من خلال المقدمة اللي احنا مهدنا بيها حضراتكم كلكم هتقولوا لي دلوقتي اه التقنيات الحديثة دي هي نظم المعلومات الجغرافية وهي الاستشعار عن بعد. وكنا خدنا السنة اللي فاتت حاجة تالتة زيادة تمام اللي هي الجي بي اس، نظام تحديد المواقع العالمي، لكن السنه دي ان شاء الله هنقتصر على اهميه الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات.
ماذا تعرف عن الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية؟ هنعرف كل حاجة إن شاء الله النهاردة في حصتنا، مفهومهم وأهميتهم، وإزاي جغرافية التنمية استفادت كعلم أو كفرع من فروع الجغرافيا، استفادت من هذه المعلومات الجغرافية أو من هذه التقنيات الحديثة. تعالوا نفتكر مع بعض الاستشعار من بعد. الاستشعار من بعد هو علم القياس. يعني إيه القياس يا أولاد؟ القياس يمكن انتوا خدتوه في الكيمياء وخدتوه في الفيزياء، والقياس يعني ان انا في ظاهره صعب الوصول اليها، وهذه الظاهره بلتقط لها بعض الصور، وبالتالي من خلال الصور اقدر استنتج معلومات، وبالتالي فالمعلومات ماهيش اكيده في صحتها الا بالوصول الى الظاهره نفسها ودراستها. ده يعني لما التقط صوره، هل المعلومات اللي هتجمعها من الصوره زي المعلومات اللي هجمعها لو رحت انا المكان بنفسي وزورته؟ لا طبعا، اللي هروحه بنفسي وازوره هو اللي هيبقى فيه معلومات اكيده. فالاستشعار من بعد يقول لي علم القياس، ممكن يعني معلومات زي ما يجي يقول لك ايه، او يقول لك درجه حراره الشمس 5000 درجه مئويه، هل المعلومه دي اكيده في صحتها؟ مش اكيده، هي اتبنت على بيانات علميه وعلماء اجتهدوا، لكن قياسا هي 5000 درجه. فهو علم القياس او الحصول على المعلومات عن سطح الارض، ان انا بجمع معلومات عن سطح الارض سواء كان ظواهر طبيعيه او ظواهر بشريه. طيب هجمع المعلومات دي عن ايه؟ هل هروح بنفسي للظواهر دي واجمع المعلومات؟ كده ما يبقاش استشعار عن بعد. امال لما التقط للظاهره مكان ظاهره صوره جويه او صوره فضائيه، يبقى انا كده فعلا بعمل استشعار من بعد. في بعض الظواهر يا اولاد، طب ليه انا بستخدم الاستشعار؟ لان في بعض الظواهر يصعب الوصول اليها. يعني مثلا لو جينا نقول منطقه في وسط الغابات، منطقه في وسط محيطات، بركان، فيضان، سيول، المناطق دي هل ينفع ان حد يروح يلتقط صور هناك وعلى الظاهره نفسها على الارض يعني ويجمع بيانات ومعلومات؟ لا طبعا، هيعرض نفسه للخطر. اذا فهناك دور للتقنيات الحديثه انها تجمع لي معلومات عن سطح الارض بواسطه اجهزه ومستشعرات، أجهزة التصوير اللي هي الكاميرات ومستشعرات، كاميرات فائقة في التصوير كده وتستقبل بعض الأشعة زي ما هنعرف كمان شوية. هذه المستشعرات والأجهزة لا تلامس سطح الأرض. ويضم الاستشعار عن بعد زي ما حضراتكم عارفين كلكم تصوير اسمه التصوير الجوي والتصوير الفضائي. يبقى علم القياس تاني الاستشعار عن بعد، أو الحصول على معلومات عن سطح الأرض بواسطة أجهزة تصوير ومستشعرات لا تلامس سطح الأرض. ويضم الاستشعار عن بعد زي ما انتم شايفين قدامنا تصوير جوي وتصوير فضائي. شايفين الصورة اللي قدامنا دي؟ لو بصينا ليها كده هنلاقي عندنا جايب لنا هنا مستشعر اللي هو القمر الصناعي، وجايب مصدر طاقة وهو الشمس، والأشعة زي ما انتم شايفين اتجاهات الأسهم يا أولاد، الأشعة المتجهة من الشمس نازلة إلى سطح الأرض ثم تنعكس مرة أخرى إلى القمر الصناعي والأجهزة المستشعرات اللي هتستقبل هذه الأشعة المرتدة، وهنعرف دور الشمس ودور هذه الأشعة اللي بتستقبلها المستشعرات في تنمية موارد البيئة النهاردة. يبقى بس خلينا معانا كده في إن الاستشعار عن بعد علم القياس أو الحصول على معلومات بواسطة أجهزة تصوير أو بواسطة أجهزة ومستشعرات لا تلامس سطح الأرض. طيب معلش هقف شويه برضو عند الشريحه دي. تفتكروا كان التصوير الجوي والتصوير الفضائي مقارنه ما بينهم، ايه الفرق بين الصوره الجويه والصوره الفضائيه؟ طبعا الصوره الجويه يا اولاد بتكون على ارتفاعات منخفضه من سطح الارض. انا بذكر الناس لان الكلام ده خدناه في اولى ثانوي وهنمر عليه سريعا كده، بيكون على ارتفاعات منخفضه من سطح الارض، وبما ان الصوره الجويه بتكون من ارتفاع منخفض فهتظهر التفاصيل اكتر للظاهره، لكن في نفس الوقت مش هتغطي مساحه كبيره من سطح الارض. زي ما انت حضرتك كده او حضرتك بتعمل صوره لزميلك او بتصوري زميلتك بالكاميرا فبتعملي زي زوم وتقربي، هتبدا تظهر تفاصيل ولكن هتاخد مساحه صغيره. اما التصوير الفضائي يا اولاد بيكون على مسافه بعيده من سطح الارض، وبالتالي هيغطي مساحة كبيرة من القشرة الأرضية أو من سطح الأرض، لكن مش هيظهر التفاصيل قوي
زي التصوير الجوي. ودي كده كانت يعني مراجعة سريعة للفرق بين التصوير الجوي والتصوير الفضائي. تعالوا نشوف التعريف الثاني معانا، وهو نظم المعلومات الجغرافية. احنا متفقين حضرتك يا مستر بتشغال معانا في ايه؟ متفقين ان احنا بندرس تقنيات حديثة عشان الناس اللي لسه داخلة معانا الدرس الثاني، وعرفنا الاستشعار عن بعد لانه من التقنيات الحديثة. وهنعرف كمان دلوقتي نظم المعلومات الجغرافية اللي هي اختصاراتها يا اولاد الجي اي اس، وطبعا الكلام ده برضو اللي عمالين نعيد ونكرر انك تاخد معانا في اولى ثانوي. هو عبارة عن نظام معلوماتي، يعني مجموعة من المعلومات. يعني أنا مثلا لو جيت أجمع معلومات عن محافظة القاهرة أو عن محافظة القليوبية أو الجيزة وهكذا، هو نظام معلوماتي صمم عشان ندخل البيانات، نجمع بيانات. البيانات دي يا أولاد يعني مش هناخدها من عن طريق الإنترنت، ولا من هناخدها من عن طريق جوجل، ولا هناخدها من وسائل الاتصال، لأن البيانات دي انا ببني عليها في الاخر. شوفوا اخر جمله مكتوبه ايه؟ اتخاذ قرار مناسب، يساعد في اتخاذ قرار. فهل ينفع بيان اخده او معلومه اخدها عشان ابني عليها قرار يبقى المعلومه انا جايبها مثلا من وسائل التواصل الاجتماعي؟ مش هينفع. امال يا مستر، لازم المعلومات تبقى من مصادر موثوقه. تمام، يبقى هو نظام معلوماتي تم تصميمه عشان نخزن المعلومات ونقدر نعالجها لو في اي تعديل، نسترجعها في اي وقت، نعمل لها تحليل للبيانات الجغرافيه. معلومات ببدا ادخلها يا اولاد، والبيانات دي ممكن تتحول من بواسطه البرامج لخرائط، لرسوم بيانيه، لجداول، احصاءات. طيب هذه المعلومات انا دخلت بقى معلومات كبيره جدا وكم هائل من البيانات عن محافظه القاهره، سكانها ومساحتها وخدماتها و و و و. طب المعلومات دي بقى لما يجي مسؤول ومتخذ القرار، المسؤول عن محافظة القاهرة، ياخد قرار، يقدر ياخد قرار مناسب بالرجوع إلى نظم المعلومات ولا مش هيقدر؟ هيقدر، لأن أنا جمعت له معلومات، مش معلومات بس، ومعلومات أكثر دقة دقيقة يعني، ويقدر يبني عليها القرار. الصورة اللي قدامنا عبارة عن صورة بتوضح يا أولاد مكونات نظم المعلومات الجغرافية اللي بتتمثل في أجهزة الحاسب. طبعا لو جينا يعني نقولهم بالترتيب، الأول إحنا بنجمع البيانات، الداتا، المعلومات. تمام، بعد كده البيانات أو المعلومات ديت يعني في منها نوعين من البيانات يا أولاد لو أنتوا تتذكروا معايا كده، وهذكركم في بيانات بنسميها مكانية، يعني بناخد معلومات عن الأماكن، ودي نقدر نوصل لها عن طريق الخرائط وعن طريق الصور الجوية والمرئيات الفضائية، فدي بيسموها معلومات أو بيانات مكانية. وفي بيانات تانية يا أولاد بنسميها بيانات وصفية. تعالوا نضرب مثال، يعني لو أنا عايز بيان مكاني عن موقع مدينة، أحصل عليه منين البيان المكاني ده؟ من الخرائط أو من الصور الجوية والفضائية. طب لو انا عايز معلومه وصفيه، يعني ايه معلومه وصفيه يا اولاد؟ يعني مثلا هقول ان نسبه الاميه في محافظه القليوبيه 9%. هل المعلومه دي نقدر نطلعها من خريطه او نطلعها من صوره جويه؟ لا، ده نطلعها من احصاء جدول، رسم بياني، احصاءات خاصه بمحافظه القليوبيه ونسبه التعليم. يبقى انا عندي البيانات هنا، ممكن تكون في بيانات بنسميها بيانات وصفية ناخدها من جداول، من رسوم بيانية، في بيانات تانية اسمها بيانات مكانية بناخدها من الخرائط ومن الصور الجوية الفضائية. البيانات بوديها على فين يا مستر؟ بنوديها للمختصين اللي هيبدأوا يتعاملوا مع هذه البيانات ويدخلوها على جهاز الحاسب الآلي. الجهاز بتاع الحاسب الآلي دوت هيبدأ في برامج داخلية فيه، البرامج دي هي اللي هتستقبل البيانات، سواء بيانات مكانيه ها او بيانات ايه؟ وصفيه. تمام؟ طيب البيانات ديت بقى ممكن ان احنا زي ما قلنا نخزنها، ممكن نعالجها، نسترجعها في اي وقت، وقت ما احنا عايزين، نحلل البيانات بتاعتها لاعداد قاعده بيانات تساعد في اتخاذ القرار المناسب. يبقى احنا كده في حصتنا اتكلمنا عن موضوعين، تعريفين اتنين بس صغنططين خالص
وخدناهم السنة اللي فاتت، والمفترض ان احنا معانا السنة دي وهيتحفظوا حلو جدا عشان نقدر نبني عليهم أسئلة كتير ونقدر نجاوب على الأسئلة اللي هتقابلنا كمان شوية. الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية. طيب دورهم ايه يا مستر في جغرافية التنمية؟ قال لنا دورهم كبير جدا، تعالوا نشوف كده. بيقول لنا ان الدول المتقدمة على وجه الخصوص تعتمد على التقنيات الحديثة في جغرافية التنمية في مشروعاتها، وبالذات على نظم المعلومات. ليه؟ لأن زي ما أنا قلت من شوية لو حضراتكم معايا كده ومركزين، نظم المعلومات بتبقى مبنية على بيانات ومعلومات أكثر دقة، وبالتالي نقدر بناء عليها ناخد القرار المناسب زي ما قلنا. فجغرافية التنمية يا أولاد شأنها شأن أي فرع من فروع الجغرافيا، هيستفيد من التقنيات الحديثة، وهيبدأ لما يستفيد منها هيقف هذا الفرع اللي هو جغرافية التنمية بقوة في مصاف العلوم التطبيقية. يعني إيه العلوم التطبيقية؟ يعني العلوم اللي ليست النظرية، العملية اللي بتساعد الإنسان عمليا على أرض الواقع، اللي يتم تطبيقها عمليا لخدمة الإنسان. فلما أشوف فروع علم الجغرافيا ألاقي إن أكتر فرع مرتبط بالعلوم التطبيقية اللي هي يتم تطبيقها فعليا لخدمة الإنسان هي جغرافية التنمية. طب ولما أشوف جغرافية التنمية ليه؟ بس ركز معايا، ليه بقت في مصاف العلوم التطبيقية؟ لاعتمادها على التقنيات الحديثة، ولأنها جمعت لي بيانات ومعلومات هتساعد متخذ القرار إن ياخد القرار الصح. عشان كده الدول المتقدمة بتهتم بالتقنيات الحديثة ولا لا تهتم؟ تهتم، لأن التقنيات الحديثة زي ما قلنا هتساعدها في اتخاذ القرار المناسب، هتساعدها في إنها تجعل هذه الشعوب أكثر تقدما. وهنا بيأتي أهمية جغرافية التنمية اللي بتقف زي ما قلنا بقوة في مصافي العلوم التطبيقية، يعني زيها زي أي علم من العلوم الأخرى التطبيقية. معانا كده رسم وخريطة معرفية، حضراتكم طبعا مش هتشغلوا بالكم بحفظها أو بدراستها لأن هي كده كده هتيجي مع شرح الدرس بتاعنا، لكن إحنا هنلقي عليها نظرة سريعة عشان نتنقل، لأن حصتنا النهاردة تنمية موارد البيئة، دور التقنيات في البيئة فقط، وإن شاء الله هنكمل مع بعض الحصة اللي جاية دور التقنيات الحديثة في التنمية الاقتصادية ودور التقنيات الحديثة في التنمية البشرية. طب احنا معانا دور التقنيات الحديثة في تنمية موارد البيئة يا مستر، هناخد ايه في موارد البيئة؟ قال لي التقنيات الحديثة هتساعدني في موارد البيئة في 3 حاجات. هتساعدني في البحث والتنقيب عن موارد المية، ودي حاجة مهمة جدا. هتساعدني في البحث والتنقيب عن الثروة المعدنية ومصادر الطاقة، مفيش أهم من كده. هتساعدني في صيانة وحماية البيئة. ده كله يا مستر التقنيات الحديثة هتساعد في كل ده في موارد البيئة؟ اه، وهنثبت بالأدلة. احنا قلنا بقى إن جغرافية التنمية هتبقى في مصاف العلوم التطبيقية، فهنثبت وبقوة إن جغرافية التنمية لها دور في البحث والتنقيب من خلال التقنيات الحديثة طبعا، في البحث والتنقيب عن الموارد المائية، في البحث عن المعادن، عن صيانة وحماية البيئة. أما في التنمية الاقتصادية فهيكون التقنيات الحديثة لها دور في التنمية الزراعية، ودي حاجة جميلة جدا. التقنيات الحديثة هيبقى لها دور في التنمية الاقتصادية، في التنمية الصناعية، ولها دور آخر ثالث في التنمية السياحية والكشف عن الآثار. يبقى 3 مجالات يا أولاد هناخدهم إن شاء الله، بس ده الحصة القادمة، في التقنيات الحديثة ودورها في جغرافية التنمية الإيه؟ الاقتصادية. أما التقنيات الحديثة ودورها في مجال التنمية البشرية فهناخدها في مجالين، في مجال النمو العمراني وفي مجال الخدمات الطبية والصحية. يبقى إذا التقنيات الحديثة هتجتمع معايا كده في 8 مجالات، ال8 مجالات مرتبطين بتنمية موارد البيئة، منها 3 تنمية اقتصادية، منها 3 تنمية بشرية، منها 2. يلا بينا نبدأ حصتنا أو نبدأ آخر جزئية معانا في درسنا، وهي تنمية موارد البيئة اللي هتطول معانا شويه ونركز فيها حلو قوي، عشان هم دول اللي هنحط عليهم شويه اسئله في اخر الحصه ونشوف الناس اللي معانا.
تعالوا نشوف تنمية موارد البيئة والاستشعار عن بعد وتعدد استخداماته. ده مبنى وده تربة أرض زراعية ودي مياه، سواء مياه سطحية أو مياه جوفية، ودي غابات، دي الشمس، معانا غلاف جوي بيقوم بدور الوسيط وهنعرف دوره، قمر صناعي. الشمس يا أولاد ترسل أشعتها كل صباح، أشعة شمسي ينزل على المباني، على التربة، على المياه، الغابات. في من ضمن الإشعاعات الشمسي أشعة اسمها الكهرومغناطيسية، وهنشرحها كمان شوية بالتفصيل. هذه الأشعة لما بتنزل على الأجسام دي اللي قدامي، تبدأ هذه الأشعة تنعكس مرة أخرى إلى القمر الصناعي اللي قدامنا ده. فلما تنعكس إلى القمر الصناعي، يبدأ القمر المستشعرات اللي فيه تستقبل الأشعة المنعكسة، ويبدأ الإشعاع المنعكس دوت بيبقى له لون معين وله درجة انعكاس معينة، يقوم يخبرني، لدرجة إن العلماء يا أولاد صمموا جداول لون الطيف المنعكس لونه إيه؟ زاوية انعكاسه كام درجة؟ يبقى فيه هنا إيه؟ يعني شوف بقت زي محفوظة زي جدول الضرب. وبالتالي يبقى هنا في دور كبير جدا للاستشعار من بعد وتعدد استخداماته في ان انا اتعرف بالمباني، ممكن اعرف في زحف عمراني على الارض الزراعيه ولا لا، لو اكتشفت ان في مبنى بيتبني في مكان. الارض الزراعيه ممكن اتعرف ان في تجريف للارض ولا لا، لو لقيت الارض دي ما بقتش تتزرع. ميه منسوبها بيزيد ولا بيقل؟ كمياتها بتقل ولا بتزيد لو مياه جوفيه؟ غابه هل في تعدي عليها وقطع للاشجار ولا لا؟ كل ده بيتم يا اولاد من خلال الظاهره اللي قدامنا دي، اللي هي قمر صناعي، معادله ما بين الشمس والأشعة بتاعتها اللي ترسلها إلى الأرض وانعكاسها مرة أخرى عن طريق القمر الصناعي اللي بيؤدي إلى شعاع منعكس، شايفين الأشعة الحمراء دي المنعكسة اللي بتوصل للمستشعرات وتبدأ تستقبلها محطة أرضية تستقبل الأشعة اللي هتنزل من القمر الصناعي إلى المحطة الأرضية. زي ما قلت لكم من شوية جدول بقى يبدأ يقول لي في هنا غابة، في هنا مية، في هنا تربة، في هنا مباني وهكذا. تمام يا اولاد؟ فده طريقه استخدام الاستشعار عن بعد وتعدد الاستخدامات بتاعته. تعالوا بقى، انا النهارده هنستخدمه في ايه؟ قلت في موارد البيئه، لو ناس مركزه معايا هستخدم النهارده التقنيات الحديثه في تنميه موارد البيئه. تعالوا نشوف ازاي. اول مجال حد فاكره؟ تمام، البحث والتنقيب عن الموارد المائيه. بيقول لنا يا اولاد المرئيه الفضائيه الصوره اللي بيتم التقاطها لبعض المناطق بتعبر عن احتمالية وجود مياه جوفية في المناطق ذات الشقوق والانكسارات الأرضية. عندنا أولاد سطح الأرض لما كان بيتعرض للعديد من الزلازل قبل ما الأرض تاخد يعني استقرارها وتستقر، حصل في باطن الأرض وفي القشرة الأرضية العديد من الصدوع والانكسارات. هذه الصدوع مش شرط تكون ظاهرة لينا بالعين المجردة، يعني ممكن تكون الصدوع دي تحت الطبقات اللي احنا شايفينها على سطح الارض ملتحمه، لكن ممكن يكون تحت منها طبقات فيها ايه؟ صدوع وانكسارات. اللي هيكشف لي القصه دي الاستشعار عن بعد. المرئيه الفضائيه هتيجي على مناطق الشقوق والانكسارات اللي حضراتكم مش شايفينها واحنا مش شايفينها، هتبدا تصور لي صور مناطق الانكسارات تحت منها، ويبدأ يعرف لي هل في كميات ميه موجوده ولا ما فيش. ده بيعرف لي كمان يا اولاد كميه الميه دي ممكن تكون قد ايه، يعني هل تستاهل ان احنا نعمل مشروع تنميه مثلا زراعيه على كميه الميه دي ولا لا. ده بيعرفني كمان حاجه خطيره، الميه دي موجوده على بعد قد ايه من سطح الارض، يعني هل هيبقى في تكلفه في استخراج الميه دي ولا ما فيش. وكل شويه بقى هذكر حضرتك واقول لك يبقى كده فعلا غرفه التنميه وقفت بقوه كعلم تطبيقي ولا مش كعلم تطبيقي؟ كعلم تطبيقي اخذ بالعديد من ايدي الدول الناميه لتقدمها ولا لا؟ طبعا لو الدول الناميه استطاعت تطبيق التقنيات الحديثه والاعتماد عليها في اتخاذ القرارات، هنقدر ان شاء الله ان نكون في مصاف الدول الايه؟ المتقدمه. طب مين يا مستر اللي بيزارع في استغلال
هذه التقنية العظيمة عشان يدور على مية. هنروح على مين؟ هنروح على الدول الأشد فقرا في المياه. يعني يا مستر برضه الأشد فقرا، الدول اللي ما فيهاش أنهار، الدول اللي ما فيهاش كميات أمطار غزيرة، دي اللي تبدأ تتجه وبسرعة للبحث عن المياه الجوفية، بس طبعا باستخدام التقنيات الايه الحديثه. فبيقول لي هنا يا اولاد بقى، صرعت اغلب الدول العالم ومنها بعض الدول العربيه. تحت الدول العربيه دي نحط 100 خط، مين الدول العربيه اللي ممكن تعاني من ندره في المياه وبالتالي تقدر تستخدم التقنيات الحديثه والتكنولوجيا عشان تحدد موقع المياه الجوفيه وعشان تحدد مدى استخدامها في مشروعات التنميه. على طول اول ما يقول الكلام ده تروح قايل دول الخليج العربي، دول تقع في بيئة صحراوية يعني كميات الأمطار قليلة، ما عندهاش أنهار، وبالتالي يبقى أكثر الدول استفادة من تقنية البحث عن الموارد المائية هي دول الخليج العربي، المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين، الإمارات، الكويت. طب ما فيش دول في الجناح الإفريقي؟ في طبعا، ليبيا جنبنا على طول، معظمها بيئة صحراوية باستثناء الجزء الشمالي ما فيهاش أنهار، تمام؟ وبالتالي يبقى معظم الدول أو في بعض الدول اللي بتسارع لاستخدام هذه التقنية. يبقى في تنمية موارد البيئة نقدر نستغل المياه الجوفية ولا ما نقدرش؟ نقدر، عن طريق إيه يا مستر؟ عن طريق التقنيات الحديثة اللي هو إيه يعني يا مستر؟ نظم المعلومات ولا الاستشعار؟ تمام، بصوا كده أول كلمتين مكتوبين إيه؟ توضح المرئيات الفضائية. يبقى مجال البحث عن الموارد المائية بحث، يبقى مين اللي هيقوم بيه بالدور الأكبر؟ هل نظم معلومات ولا مرئيات؟ مرئيات، لكن بعد كده بتبدأ تتجمع بيانات ومعلومات ونقدر نقول ناخد القرار، يعني مش هيقدر برضو ياخد القرار إلا بنظم معلومات، لكن مجال البحث نفسه عن المورد المائي وإن أنا أدور على المية وأشوفها فين وأشوفها على أعماق قد إيه، حجمها قد إيه، ده يبقى بالاستشعار عن بعد. نبص للصورة دي كده، جايب لي الفواصل، يعني شوفوا القشرة الأرضية وجايب لي بعض المناطق اللي فيها فواصل. بصيت كده بعض المناطق اللي فيها الفواصل اهي والانكسارات اللي ممكن زي ما قلنا من شوية الأقمار الصناعية تستغل هذه الفواصل والانكسارات عن طريق الأشعة الكهرومغناطيسية اللي بتخترق المناطق دي وتبدأ تنعكس، فالأشعة فالأقمار الصناعية تستقبل هذه الأشعة المنعكسة وتبدأ تقول لي هل في باطن الأرض في مياه جوفية ولا ما فيش. تمام يا أولاد؟ ودي منظر أو صورة بتوضح الانكسار، وقلنا أحيانا الانكسارات دي مش شرط تبقى مرئية بالعين المجردة زي ما أنتم شايفينها في الصورة. طيب ده بئر أحد الآبار للمياه الجوفية. هذا البئر في منخفض الواحات أو منخفض الفرافرة اللي موجود عندنا في مصر في الصحراء الغربية. فده يعتبر ناتج من نواتج التقنيات الحديثة واستغلال موارد البيئة باستخدام التقنيات الحديثة. دي صورة معانا تانية شرحت الجزئية اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها، لكن هنا موضح لي إن المياه تحت سطح الأرض. وجايب لي الشمس وجايب لي أشعة برضو بتستقبلها منازل، بتستقبلها زي ما قلنا على أرض زراعية أو زراعة، اهي طرق على المية على غابات، وتنعكس مرة أخرى للقمر الصناعي. ودي زي ما قلنا اهي تعدد الايه الاستخدامات بتاعة الاستشعار عن بعد. تعالوا نشوف المجال الثاني يا اولاد. يبقى خدنا اول مجال ايه؟ الناس مركزه معانا ولا ايه؟ خدنا اول مجال تقريبا تنميه موارد البيئه، خدنا مجال البحث عن المياه الجوفيه، وعرفنا ازاي بيتم البحث عن المياه الجوفيه بواسطه التقنيات الحديثه، وقلنا عن طريق المرئيات الفضائيه اللي بتلتقط لي بعض الصور عن ما في بطن الارض من مياه، بس ده له شرط عن طريق الفواصل والشقوق اللي موجوده في القشره الارضيه. وقلنا ان صارع اليه لاستخدام هذه المرئيه
أو هذه التقنية هي دول عربية، منها دول الخليج العربي وبعض دول الجناح الإفريقي الفقيرة في المياه مثل ليبيا. تنمية موارد البيئة في مجال البحث والتنقيب عن المعادن. إيه قصة إن التقنيات الحديثة ممكن تساعدني في الكشف عن الثروة المعدنية؟ بيقول لي يا أولاد إن التقنيات الحديثة بتقدر تساعدني في الكشف عن ما في باطن الأرض من معادن. طب مش أنا كشفت ما في باطن الأرض من مياه جوفية؟ هي نفس الطريقة، بس هنا بيشرحها لي تفصيلا بقى اللي احنا قلناها من شوية. ترسل للشمس أشعة اسمها الأشعة الكهرومغناطيسية، ثم ترتد هذه الأشعة مرة أخرى للفضاء. مين اللي بيستقبلها يا شباب؟ مستشعرات مثبتة بالأقمار الصناعية أو مستشعرات مثبتة في الطائرات، أجهزة يعني يا أولاد، دي معنى كلمة مستشعرات، متخصصة في هذه الأشعة الكهرومغناطيسية. طيب قلنا بقى ويختلف ارتداد وانعكاس هذه الأشعة باختلاف المعدن. يعني إيه؟ يعني معدن زي الذهب هيبقى له ارتداد للأشعة بلون معين وبزاوية انعكاس معينة. معدن زي الحديد لما أشعة الشمس الكهرومغناطيسية توصل له في باطن الأرض هينعكس مرة تانية، ولما ينعكس بينعكس بلون مميز وبينعكس بزاوية مميزة أو بزاوية معلومة، وبالتالي نقدر نتعرف على ما في باطن الأرض من ثروات معدنية. وبالتالي لما تيجي تجيلي المرئيات هتجيلي بلون واحد؟ لا طبعا، هتتنوع الألوان للمرئيات بسبب تنوع المعدن اللي موجود في باطن الأرض. السؤال اللي لسه شارحينها، الشمس هترسل أشعتها ترتد مرة أخرى للقمر صناعي. الارتداد ده يا ولاد مش بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه، الارتداد قلنا بيكون بزاوية مختلفة بألوان مختلفة حسب طبيعة المعدن اللي موجود. دي عندنا اختلاف نوع الصخور واللي بيؤدي إلى تنوع الثروة المعدنية في شبه جزيرة سيناء. تبص تلاقي درجات الألوان في اختلاف، ممكن تكون الطبعة بتاعت الصورة أو وضوح الصورة مش دقيق قوي، لكن لو دققنا في الصورة هنلاقي في اختلاف في ألوانات كتير، واختلاف الألوانات هتبين إن في هنا معادن مختلفة عن اللي هنا مختلفة عن اللي هنا. تمام؟ فديت كده مرئية بتوضح نوع الصخور في سيناء، وبيترتب على المرئية دي اختلاف في الثروة الإيه؟ المعدنية بسبب اختلاف نوع الصخور. دي أنواع صخور أهي مختلفة، وكل نوع من الصخر بيبين لي ان فيه معدن مختلف. المجال الثالث معايا والاخير، يبقى تاني كده معلش احنا بنحاول نتذكر مع بعض، يبقى خدنا مجالين في التقنيات الحديثه ودورها في جغرافيه التنميه. المجال الاول اتكلم عن بحث والتنقيب عن المياه، مش كده؟ بحث عن المياه الجوفيه اللي هي موارد الميه. المجال الثاني اتكلمنا فيه عن البحث والتنقيب عن المعادن، ومعلش هحاول اراجعها لكم تاني سريعا. قلنا ان اشعه الشمس ترسل اشعه كهرومغناطيسيه ترتد مره اخرى للفضاء في مستشعرات. اهم نقطه النقطه الاخيره دي اللي يعني هي عشان انتوا ما تفصلوش فيها وتيجوا يبقى انت كده خلصت. لا، ده الاشعه اللي بتنعكس لازم تقول وتوضح ان كل شعاع له درجه ارتداد، الاشعه اللي مرتده دي لها زاويه انعكاس، الزاوية دي معلومة وليها لون مختلف حسب طبيعة المعدن اللي موجود. يلا بينا نشوف الجزئية الثالثة والأخيرة معانا في حصتنا النهاردة، وبعدين نبدأ نشوف بعض الأسئلة اللي قلنا عليها ووعدناكم بيها في بداية حصتنا. تنمية موارد البيئة في مجال حماية وصيانة البيئة. تعتمد مشروعات صيانة البيئة والحفاظ عليها على قواعد بيانات. أبا يبقى هنا رجع للنظم المعلومات الجغرافية، مش كده؟ تتمثل في إيه بقى يا أولاد؟ التوزيع الجغرافي لأنماط البيئات. يعني إيه؟ إيه أنماط البيئات؟ مش إحنا عندنا أنماط للبيئة؟ يعني في النمط يا أولاد الرعوي، النمط الزراعي، نمط سياحي، نمط حضري، المدن، صناعي، تعديني، هي دي اسمها الأنماط، أنواع البيئة. في بيئة ساحلية، في بيئة زراعية، في بيئة معدنية، معادن، ثروة معدنية فيها. طيب، فيبدأ يجمع لي بيانات ومعلومات عن أنماط البيئات وخصائص كل نمط. المجتمع البيئي الساحلي بيتميز بإيه؟ الرعوي يتميز بإيه؟ الريفي يتميز بإيه؟ الحضري يتميز بإيه؟ ومتطلبات كل نمط من هذه الأنماط.
الانماط دي محتاجه ايه؟ طيب دي النقطه الاولى، ان انا كده واعمل صيانه للبيئه عن طريق ان انا اتعرف على انماط البيئات انواعها، يعني اتعرف على خصائصها ومتطلبات كل نمط. طيب بيقول لنا بقى ومن خلال ذلك يمكن ان احنا نتتبع التغيرات اللي بتحصل تحدث لاي نمط من الانماط دي. بيئه ساحليه بيحدث تغيرات، طب اتابعها ازاي يا مستر بالتقنيات الحديثه؟ هقول لك لو عندك صورتين للساحل، صورة قديمة من 10 سنين 20 سنة وصورة حديثة السنة دي، تقدر تقارن بين الساحل ده والساحل ده وتشوف الساحل ايه اللي بيحصل له، يتآكل ولا ثابت ولا ايه اللي بيحصل فيه. عندك أرض زراعية يبقى ده بيئة نمط زراعي، هذه الأرض الزراعية لو عندك صورة ليها من 10 20 5 سنين وصورة دلوقتي تقدر تقول البيئة الزراعية دي تم التعدي عليها وتم بناء مباني عليها ولا لا. تمام، يبقى هنا التقنيات الحديثة هتحميل البيئة عن طريق ان انا اتتبع التغيرات اللي بتحدث في منطقة معينة، واقدر اقدر التأثيرات المختلفة على المناطق المجاورة كمان عن طريق مجموعة صور زي ما قلنا او خرائط في فترات مختلفة. وطبعا بيقول لنا اوضح امثله على كده يا اولاد، دايما المناطق للشواطئ السواحل واللي مرتبط بيها تآكل السواحل والتغيرات المناخيه اللي بتؤدي الى ارتفاع في الحراره وتساقط كميات كبيره من المطر، وزي ما شفنا دلوقتي يعني او زي ما بنسمع ان عندنا في مصر مؤتمر عالمي لتغير المناخ، قمه تغير المناخ هتنعقد قريبا ان شاء الله في مصر. بنتمنى ان هذه القمه يعني تؤتي ثمارها في الوصول إلى أجندة يلتزم بها جميع الدول للحفاظ على كوكب الأرض من التغيرات المناخية ومن زيادة نسبة التلوث، وإن شاء الله يكون مؤتمر ناجح ويحسب لصالح مصر أو مصرنا الحبيبة. تعالوا نكمل مع بعض بقى يا أولاد، نشوف الصورة اللي جاية لنا دي دلوقتي ونشوف كده هل فعلا بتساعد التقنيات الحديثة في تنمية موارد البيئة ولا لا. الصورة هي لساحل نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبتوضح الصورة إيه؟ أدي الصورة دي جايب لنا إيه سنة 2012 وأدي صورة تانية سنة 2009، فرق كام سنة؟ مش كتير يعني، ده 9 و12 3 سنين. شوفوا في 2009 يا أولاد الكمية بتاعت أو المساحة بتاعت الساحل، حاطط لك سهم أصفر أهو بيقول لك شايف المبنى اللي هنا ده وشايف المية فين، ففي شاطئ كبير ولا ما فيش شاطئ كبير زي ما أنتم شايفين كده يعني باينة أو واضحة أو الصورة. طب نشوف الصورة اللي على اليمين، نفس السهم بيشاور على نفس المكان، لكن بصوا بقى للساحل، بصوا المية بقت فين، المية اقتربت قوي من المباني، يبقى انا عندي هنا في خطوره. ايه هي الخطوره؟ ان الموج بياكل الشاطئ وبياكل الرمال، وان الموج لو سيبنا القصه دي شغاله هنلاقي الميه دي دخلت على البيوت دي وادت موقف ايجابي واخد قرار بان انا احمي الشاطئ ده. وده بنشوفه يا اولاد عندنا حتى هنا في مصر في بعض الشواطئ في اسكندريه، تبص تلاقي حاطط كتل خرسانيه ضخمه كبيره رميها امام الشاطئ جوه في البحر كده على بعد مثلا عشرات الامتار، احيانا على الشاطئ نفسه، وتبقى انت مستغرب ايه الكتل الخرسانيه الضخمه اللي مرميه دي. هي مرميه لنظره علميه، مرميه ليه؟ عشان الامواج في المكان دوت قويه جدا بتاكل الشاطئ وممكن تزحف على الطرق، تدخل على الطريق، تدخل على البيوت، وبالتالي فانا بصد الموج ده بكتل خرسانيه عشان اهدي من قوتها. يبقى التقنيات الحديثه ساعدتني في حفاظ على البيئه وتنميه مواردها ولا لا؟ تمام. اهو جايب لي برضو صوره نحر الشواطئ، شايفين الطريق فين؟ الطريق اهو، وادي الموج، واضح ان الصوره الموج قوي جدا وبالتالي بياكل في الشاطئ، ومع مرور الوقت ابص الاقي البحر دوت دخل هنا على الطريق. يبقى لازم من الحكومه
في الصورة اللي قدامي، لازم تاخد قرار بان انا احمي الشاطئ ده، اعمل مصدات للامواج زي ما انتوا خدتوا قبل كده زمان يقول لك عشان اواجه التصحر اعمل مصدات للرياح. ففي مصدات للامواج هي تتمثل في الكتل الخرسانية كمثال. اهو الشاطئ الطريق وقع اتكسر من الموج، بحر تمام، نحر الشواطئ تعرية بحرية ونحر الشواطئ. وبالتالي الصورة هنا لو اتخذت بطيارة، لو اتخذت بصورة فضائية، لو عندي الشاطئ ده للسنوات زمنية مختلفة هيبين لي قوي ان البحر كان بعيد جدا وبعدين اقترب جدا من الطرق واقترب جدا من الطريق. صورة أخرى بتورينا منظر آخر من المناظر السيئة أيضا، وهو البناء على الأراضي الزراعية والزحف العمراني. وكل الصور دي يا أولاد بنعرضها عشان نبين دور التقنيات الحديثة في جغرافية التنمية، في الحفاظ على البيئة معايا، وفي حماية البيئة من الإنسان ببعض الممارسات الخاطئة. يلا بينا نبدأ بعض الأسئلة للتقييم ونشوف الناس اللي كانت معانا هتبدأ تشتغل معانا ولا لسه الناس مش مركزة ومش شغالة. السؤال الأول: الدولة التي تفرض عليها ظروفها الطبيعية زيادة اهتمامها بالتقنيات الحديثة، كلام قلناه في الحصة في مجال التنقيب عن المياه الجوفية. دولة ظروفها أجبرتها أو تجبرها أنها لازم تهتم بالتقنيات الحديثة في المياه الجوفية يا أولاد. قلنا إحنا في الحصة بتاعتنا إنها دولة أكيد يبقى عندها نظرة في المياه. تتوقع ليبيا ولا العراق ولا مصر ولا أي الدول تتوقع إن ظروفها تخليها تبحث عن المياه الجوفية؟ فليبيا مظبوط طبعا، قلنا إن ليبيا بيئة صحراوية خالية من الأنهار، وبالتالي هتفرض عليها الطبيعة بتاعتها إنها تبدأ تتجه إنها تدور على مياه جوفية عشان مشروعات الزراعة، فهتبدأ تهتم بالتقنية الحديثة وهي البحث عن المياه الجوفية. نشوف السؤال اللي بعده: أحد مجالات تنمية موارد البيئة يتمثل في، تعالوا نشوف إيه من الأربع اختيارات اللي قدامنا دول يا أولاد يعبر عن تنمية موارد البيئة. هل زيادة استغلال الأراضي الزراعية، ولا حسن استغلال المناطق الأثرية، ولا الحفاظ على الشواطئ من التآكل، ولا توفير الخدمات الصحية؟ أحد مجالات التنمية في موارد البيئة، أنهي اختيار من الأربعة اللي قدامنا؟ زيادة استغلال الأراضي، حسن استغلال المناطق الأثرية، الحفاظ على الشواطئ، توفير الخدمات. الحفاظ على الشواطئ من التآكل، تمام. السؤال اللي بعده: طبعا عايدين هنا يعني جايب لنا الصورة تحت، ساحل سومطرة وتعرضه لإعصار مدمر، جايب لنا الصورتين قبل الكارثة على اليمين وبعد الكارثة. أنهي منطقة من تعرضها للتسونامي؟ أنا هشاور على المنطقة يا حبيبة ونسهل الدنيا. ماشي، هي الأكثر تضررا، زي ما انتم شايفين اختفت تقريبا، يعني الجزء ده هو اللي اختفى خالص. الجزء ده شمال شرق ولا شمال غرب ولا جنوب شرق ولا جنوب غرب؟ الله، هنلاقي ان الصورة طبعا جزء الجنوب الغربي اللي هو انا بشاور عليه بالماوس كده، ده ولاد يعني هنلاقيه مختفي تماما تحت المية، وبالتالي فهو اكثر منطقة تم تدميرها او اكثر منطقة اتضرت، الجزء الجنوب الغربي. السؤال اللي بعده: متابعة التآكل في بعض شواطئ مدينة اسكندرية يتم التعرف عليه بواسطة الاستشعار عن بعد، ولا نظام تحديد المواقع العالمي، ولا نظم المعلومات الجغرافية، ولا الخرائط التضاريسية؟ نقدر نتعرف تآكل الشواطئ يا أولاد عن طريق إيه؟ طبعا الاستشعار عن بعد. طبعا إن شاء الله هنكمل الحصة الجاية، ربنا يوفقكم جميعا، هنعرض برضو بعض الأسئلة في بداية الحصة، وبالتوفيق إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.